مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. أتى لحضراتكم فصل، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا، قال: إني إذا صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنه بهذا، وهذا فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه. فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك ابن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن شريك عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا لشريك من زميل، ولا تقوم به الحجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمثابة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي والبهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. رمضان أهلا، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان.